تعالوا بقى نبتدي بماتش امبارح. والحقيقه امبارح بالفوز الغالي اللي اتحقق على اسوان بهدف علي معلول، طبعا نقدر نقول ان احنا ضربنا اكتر من عصفور بحجر واحد. يعني اول عصفور ان احنا اخذنا نقاط المباراه الثلاثه بعد الفوز في اول جوله امام فريق الاسماعيلي. الامر الثاني هو اكتساب الثقه اكتر واكتر قبل مباراه السوبر امام الزمالك يوم الجمعه اللي جاي ان شاء الله، واللي اكيد هيكون لينا مع حضراتكم كلام كتير يخصها خلال الايام القليله القادمه. الامر الثالث هو فكره زياده الانسجام ما بين مجموعه اللعيبه وبعضها وبينهم مجتمعين والجهاز الفني بقياده مستر كولر، اللي واضح انه كل ماتش الحقيقه بيكسب ارضيه جديده، خصوصا في طريقه لعبه اللي باينة قوي ان هي بتعتمد الى حد كبير على فكرة الضغط العالي وعلى سرعة استخلاص الكرة اللي بينتج عنهم بطبيعة الحال نسبة الاستحواذ طوال المباراة. بص احنا شفنا برضو لعب هجومي كويس جدا، كلام من اكتر من عنصر عندنا يا كريم، ودي حاجه كانت محترمه بصراحه. طبعا عندك حمدي فتحي، علي معلول، اكرم توفيق، ده بجانب كمان فكره هنا الدفاع اللي كان برضو مخلين بالنا بشكل كبير او مركزين برضو. يعني انت مش بتهاجم بس، انت برضو بتشتغل على الدفاع بتاعك بشكل كبير، وكان في تالق فعلا كمان يعني في المباراه بصراحه بعد الثانيه زي ما بيتقال كده. وبرضو لو هنتكلم عن الصفقات الجديده، انا بشوف شادي حسين كان كويس جدا. شادي حسين اعتقد ان هو يعني مكسب فعلا، وهو اللي بيأكد ده مباراة بعد مباراة، واعتقد مستر كولر برضو مبسوط بشادي حسين بشكل كبير جدا. فيعني خلينا نقول بجد تشكيل المباراة امبارح بيقول ان كولر عايز يكسب، عايز يحقق التارجت المناسب من المباراة، مع الوضع طبعا في الاعتبار برضو مش هنقدر ننسى دي ان اسوان، يعني معلش انا هختلف مع اللي يقول لك فريق مش فريق سهل، لا اسوان فريق مش سهل ومش ضعيف، يعني خلينا نقول ده. وتحديدا هذا الموسم مش بس عشان هو عمل يعني 19 صفقه جديده، لكن بجد الفريق بيلعب حلو. حتى لو ما خسر، كان خسر في المباراه اللي قبل مباراه الاهلي يا كريم، بس ستيل الفريق ده، لا الفريق ده عايز يقدم افضل ما عنده. اللعيبه بتوعه على فكره على الملعب كويسين جدا، سواء القدام او الصفقات الجديده، يعني بجد مباراه كانت مش سهله بس